تمام. تاني سؤال، هو عايز if 20% of students got a grade A, what is the score that is equivalent to the grade A؟ يعني ايه؟ يعني هو بيقول نسبة الناس اللي جابت A 20%، أو بمعنى تاني إن ال probability of people أو students that got A هما 20%، فهو عايز يعرف ايه ال A دي. يعني بمعنى تاني، أنا عشان أجيب امتياز في الكلية لازم أجيب 90% أو أكتر، فهو عايز يعرف ال A أو الامتياز دي يقابلها score A أو grade A. طيب أنا عشان أجيب A لازم أجيب score معين or above it، زي إن أنا أجيب 90% أو أكتر، فده معناه إيه؟ إن ال X بتاعتي اللي هي ال scores it should be greater than or equal certain grade say A B. A هنا عشان هو هنا بيتكلم عن A. فأهو أنا عندي probability ال X greater than A، تمام. هو بيقول لي ان البروبابيليتي دي بكام؟ ب 0.2. طيب احنا اول حاجه اتفقنا عليها هنعمل ايه، هنبتدي نحولها لزد ازاي، بان انا اقول a ماينس النيو على السيجما دي بتساوي 0.2. طيب انا مش عارفه ال a دي عشان ابتدي اشوف البروبابيليتي، بس انا عارفه البروبابيليتي يعني عكس ما انا بمشي، فانا برضو هروح ارسم الرسمه بتاعتي. هقول اهو النورمال كيرف وادي الزيرو. طيب اجي احط الفاليو، سي مثلا هنسمي الاريا دي كلها سي، دي خلينا سي، الفاليو دي كلها سي. انا عايزه اشوف السي اللي دي انا احطها فين، احطها هنا زي ما انا رسمه، ولا احطها هنا، ولا احطها هنا، ولا احطها هناك، هعمل ايه؟ انا البروبابيلتي بتاعتي بكام؟ 0.2. طيب لو جينا افترضنا ان انا حطيت السي دي اللي انا مش عارفه احطها فين، هنا، فده معناه ايه؟ زي ما كنا متفقين ان البروبابيليتي هتبقى اللي اكبر من السي كله، يعني كل ده كل ده، يعني هيبقى من زيرو للسي زائد الهاف ده، فده معناه ان البروبابيليتي بتاعتي will be more than half. طيب انا البروبابيليتي بتاعتي كام؟ 0.2، اقل من الهاف، فده معناه ان هي جوه هنا في البوزيتيف اريا، حطها بقى في اي حته، تمام. فهحطها هنا واقول ان هي الشيدد اريا دي اللي انا عايزاها، ان انا يبقى اكبر من القيمه دي كلها اللي احنا سميناها سي، فاللي اكبر منها يعني كل اللي بعدها زي ما هو متظلل، تمام. طيب احنا قلنا عشان نجيب الاريا دي بنعمل ايه؟ بنقول half minus الاريا البيضاء اللي هي من زيرو للفاليو اللي انا بتكلم عليها، ده كله بيساوي half. طيب انا still مش عارفه اجيب probability دي عشان it depends on unknown اللي هو الايه اللي انا محتاجه اعرفها. يبقى بمنتهى البساطة أنا أدخل ال 0.2 دي بالنيجاتيف جوه وأخرج ال probability كأنها ال probability بتساوي half minus 0.2 ب 0.3. طيب أنا عرفت إن ال area دي اللي هي من زيرو للجزء ده اللي هي ال area البيضة دي 0.3، تمام. طيب نرجع لل normal table، انا عرفت ان الاريا اللي جوه دي ب 0.3، 0.3 دي ايه؟ دي probability، فانا اقدر من جوه التيبل ادور على 0.3 واشوف ال corresponding value of z. يعني ايه؟ يعني هبتدي ادور هنا اهو فين 0.3، 0.3 اهي مثلا دي 0.3، تمام، وابتدي اشوف ال corresponding z بكام. يعني هنا ال 0.3023 بيقابلها 0.85، تمام. طيب دي تقريبيا 0.3، طب الفاليو اللي قبليها 0.29 ما هي almost 0.3 برضو،
with approximation. طب اخد ال value دي اللي هي 0.84 ولا اخد 0.85؟ اعمل ايه؟ اخد ال average بينهم. فانا هقول ان ال probability دي، سوري بقى مش probability، ال value اللي جوه دي اللي انا بدور عليها اللي هي ال a minus الميو على السيجما، دي ال average بتاعت ال 2 points اللي انا طلعتهم من التابل اللي هما ال 84 وال 85 over 2. ده هيديني 0.845. بمنتهى السهولة بقى خلاص انا عرفت ان القيمة دي كلها بتساوي ال value دي، فخلاص cross multiplication وودي ال mu دي بالبوزيتيف وابتدي calculations بسيطة اطلع ال value of a. يبقى ال score اللي انا لازم اجيبه عشان I get A grade or more هو 27.8. تمام. سؤال اللي بعد كده كان طالب E find the probability that the score lies between 25 and 30. عايز probability ان ال X تبقى بين 25 و 30. نبدأ بأول خطوة ان انا احول للزد بان انا اطرح من الميو واقسم على السيجما، فأهي طلعت بالشكل ده. تاني خطوة بعملها ايه؟ ان انا ارسم، فانا هحط الزيرو هو ودي ال 1.17 ودي ال 1.36 الشيدد اريا دي اللي انا عايزاها. طيب احنا قلنا في بداية السكشن بجيب الشيدد اريا دي ازاي؟ انا اقدر اجيب من التابل من 0 ل 0.17، وبرضو اقدر اجيب من التيبل من 0 ل 1.36 اللي هما القوس الاحمر والقوس الازرق. طيب الاريا الصغنطوطة الكبيرة دي اللي هي الزرقاء دي، مش لو طرحت منها الجزء الصغنطوط الاحمر ده هيديني الشيدد اريا اللي انا محتاجاها بالظبط؟ ده لا يحصل. فده معناه ان البروبابيليتي دي بتساوي من 0 probability من 0 ل 1.36 minus من 0 ل 0.17. طيب اروح اجيب ال values دي directly from the table، هاجي في جدول الزد هاجي عن 1.3 وال 0.6 ال intersection بينهم اللي هو ده ناقص ال intersection بين ال 0.1 وال 0.07 اللي هو ده، واطرحهم هيديني ده، هي دي ال probability. نفس الطريقة برضو هو عايز من 15 to x range بين 15 و20، هحولها لزد بان انا اطرح من الميو واقسم على السيجما، هتبقى بالشكل ده. فهي اجي ارسمها فلاقيها في النيجاتيف اريا، قلنا في النيجاتيف اريا هي زينا تبقى to be in the positive area، او بمعنى تاني هضرب الانيكواليتي كلها في نيجاتيف 1، فدي هتبقى بوزيتيف، العلامة دي هتتشقلب، العلامة دي هتتشقلب، دي هتبقى بوزيتيف فهتتحول للشكل ده اللي هو لو استخدمته بالسيمتريك بروبرتي. وهعمل نفس اللي عملته في المسألة اللي فاتت. تمام. طيب ايه هو بيقول؟ كان نرجع نشوف ايه بيقول. if 90% of students got a grade that is at least C what is the value of C؟ هو بيقول ان probability ان انا اجيب at least C هي 0.9 اللي هي 90%. طيب معناها ان انا اجيب at least C يعني انا اكبر درجة جبتها هي C، فانا جايبة C or less، يعني انا عايزه probability ان الاكس تبقى less than السي. سوري هو هنا قال at least، سوري at least يعني اقل درجه ممكن اجيبها، يعني اقل درجه ممكن اجيبها هي السي، فانا عايزه اجيب سي او اكتر، فهتبقى نفس فكره question B اكبر من السي بتساوي 0.9. تمام. هنا 0.9 دي نرجع نشوف بقى السي دي مكانها فين، مكانها هنا ولا مكانها هنا ولا مكانها هنا؟
ال 0.9 دي ال probability بتاعتها ايه؟ اكبر من half، يعني الجزء ده زائد حاجة تاني، فده معناه ان هي واقعة في النيجاتيف area، ف probability ان الزد ده اكبر من ال c minus mu على ال على السيجما تساوي 0.9، ده معناه ان هي هتبقى بالشكل ده. تمام، هجيب الاريا دي ازاي؟ الشيدد اريا دي ازاي؟ انا عارفه ان من زيرو لغايه انفينيتي بهاف زائد الاريا دي اللي انا اقدر اجيبها من التيبل. اجيبها من التيبل ازاي؟ انا لسه ما اقدرش اجيبها عشان انا عندي السي از unknown. طيب هعمل ايه؟ هرجع اقول ان هي 0.9 minus 0.5 هيديني 0.4 اللي هي probability من الزيرو للفاليو دي with negative sign negative، ده ما ننساهوش عشان احنا قلنا ان احنا في negative area. تمام، طيب هنعمل ايه؟ هنرجع تاني نخش جوه الجدول. انا عندي probability، فمعنى ان انا عندي probability ذات نفسها، فبخش ادور جوه الجدول على 0.4. فين هنا 0.4؟ 0.4 انا عندي هنا التو values دول، دي 0.4015 ودي 0.3997، الاتنين almost 0.4، فانا اقدر اشوف ال corresponding z. فلو مثلا اول value دي هي 1.28 1.28 يعني 1.29، اجيب ال average بينهم ان انا اجمعهم واقسمهم على 2، ودي تبقى ال value بتاعت كل اللي جوه ال bracket ده، ال z اللي انا بدور عليها اللي هي 1.2285. تمام، بالكروس مالتيبليكيشن والشوية الجبرة اقدر اجيب الفاليو اوف سي. تمام، السؤال اللي بعد كده question 2 بيقول a college requires applicants to have a score in the top 20% of all tests. The scores are normally distributed with a mean of 21 and a standard deviation of 4.7. Find the lowest test score that students could get and still meet the college requirements. هو عايز أقل درجة الطالب يقدر يجيبها ويكون لسه وزن ال 20% دول. يعني إيه؟ أنا أول حاجة عندي إيه الراندم فاريبل بتاعي؟ إيه الأكس اللي هي أوف إنترست بتاعتي؟ الأكس بتاعتي هي السكورز. طيب هو قال إن هي normally distributed with the mean 21 والstandard deviation 4.7. تمام، هو عايز ايه؟ عايز the least the lowest score، اقل درجة اقدر اجيبها وابقى وزن 20%. يعني الدرجة دي لو جبتها او جبت اكتر منها انا هبقى لسه meet the requirements. فانا عايزة probability ان الاكس to be greater than a equal 0.2. تمام، اول خطوه بعملها هي ايه؟ ان انا احولها لزد بان انا اطرح من الميو واقسم على السيجما. تاني خطوه بعملها ان انا ببتدي ارسم ادي اهو رسمت. طيب ال 0.2 دي probability اصغر من الهاف، ده معناه ان انا في الجزء البوزيتيف هنا اللي هي الشيدد اريا دي كل اللي بعديها اقل من الهاف. تمام، ابتدي اعمل ايه؟ انا عايزه الاريا الشيدد ال الزرقاء دي او الكحلي هجيبها ازاي؟ زي ما قلنا ببتدي اقول هاف اللي هو الاريا دي كلها ماينس الاريا البيضاء اللي انا اقدر اجيبها من التيبل اللي هي from zero to a certain value دي اللي انا بدور عليها equal 0.2. ف
فده معناه ان probability دي كلها بيساوي 0.3. ارجع عادي جدا اشوف الفاليو دي من جوه التابل 0.3، ابتدي ادور عليها جوه التابل، كنا لسه جايبينها من شويه اهو، هي between sorry 0.3 هتبقى ال 0.3 هتبقى فين؟ هتبقى هنا اهو بين ال two values دول، تمام. فابتدي اخد ال average بينهم اللي هو 0.84 plus 0.85 over 2، وابتدي ب cross multiplication get the value of A اللي هي السكور اللي هو عايزه، تمام. ننط على question 4، بيقول the time for job task range from 10.2 minutes to 18.3 minutes and are thought to be uniformly distributed. What is the probability that it will it will require between 12.7 and 14.5 to perform the task. أول حاجة A الأكس بتاعي أو الراندم فاريبل بتاعي هو الـ time to complete the job task، تمام. طيب ده بي follow uniform، هو قايل لي والـ parameters بتاعته 10 اللي هي الـ A والـ B 18، تمام. فأنا عارفة شكل الـ PDF اللي هي الـ F of X هي عبارة عن 1 minus 1 over sorry B minus A، والx range between ال A وال B، فأنا عندي شكل هيبقى ده ال final form of ال PDF، تمام. أهو عايز إيه؟ عايز probability إن الx تبقى بين 12.7 و 14.5. بمنتهى السهولة ال probability دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ال base في ال height. ال height بتاعي اللي هو إيه؟ اللي هو ال f of x بتاعتي، ال base هو إيه؟ ان هي هتبقى بدل من 10.2 هتبقى من 12.7 till 14.5 اللي هي ال shaded area دي، ال base بتاعها عبارة عن ايه؟ عن الفرق بينهم اللي هو 14.5 minus 12.7 في ال f of x، هيديني ال value دي وهي دي probability. تمام، آخر سؤال معانا question 6، بيقول amount of time it takes for a student to complete a statistic quiz is uniformly distributed between 30 and 60 minutes. One student is selected at random. Find the following probabilities. هو عاوز أول حاجة إن أنت to draw the density function. الدنسيتي function في اليونيفورم شكلها إيه؟ في النورمال الدنسيتي function شكلها إيه؟ شكلها بيل شيب. طيب في اليونيفورم هي line. ليه line؟ إن for any value أنا عندي same probability. أي value point من هنا عندها ال f of x ثابتة، مش اي point sorry يعني. فهقول x follow uniform 0.24 اللي هو اي الparameters اللي قايل عليها دي ال a ودي ال b، هجيب ال f of x هو 1 over b minus a، وابتدي اشوف اول probability عايزني احسبها ان هو يقدر يخلص less than 0.4 hours. ال probability دي هي x less than 2.5، بعمل ايه؟ انا عندي اقل قيمة للx هي ايه؟ هي الزيرو، فمعنى ان هو اقل من الاكس اقل من 22 سوري 2.5، انا اسفه جدا، ده معناها ان انا
it ranged between 0 وال 2.5 اللي هي الاريا دي. ليه 0؟ ان دي اقل قيمه عندي الاكس ممكن ياخدها. وابتدي اقول ان هي الهايت اللي هو الاف اوف اكس بتاعي تايم البيز اللي هو 2.5 ماينس 0 يديني البروبابيليتي دي. تمام. طيب بي كان هو عايز what is expected value. expected value هي عبارة عن ايه؟ سوري احنا بنحل في question 5. سوري مش question 6, question 5. بيقول ان هو عايز ال expected value. ال expected value by rule احنا عارفين هي a plus b over 2. ال a ب 0 وال b ب 24 على 2 بيساوي 12. نرجع للسؤال بتاع الستاتستيك والدنستي فانكشن. هو بيقول ان التايم في الكويز يونيفورملي ديستريبيوتد والبارامترز بتاعته ال A 30 وال B 60. فانا اول حاجه هجيبها ال F of X بتاعتي اللي هي 1 over B minus A. هو ابتدي ارسمها, هي certain line عند الهاف. هاجي عند الهاف اللي هي ال 1 over 30. سوري هي مش 1 over 30 مظبوط. وابتدي ارسمها. هي دي 1 over 30 يا شباب مش 1 over 2. يعني دي تقريبا غلطة واحنا بنكتب البي دي اف. تمام. طيب عايزة اول حاجة ايه؟ هو بيقول لي the students, هو عايز يحسب ال following probabilities دي اللي هي student require more than 55 minutes to complete a quiz. يعني ان التايم بتاعه يبقى اكبر من 55, يعني to be the x probability of x greater than 55. طيب greater than 55 لغاية فين؟ انا اكتر وقت ممكن هو ياخده اكبر value للx هي 60. فيبقى من 55 ل 60. فنيجي نحسب بال probability. فهي ال base في الهايت, الهايت بتاعي 1 over 30 في ال base اللي هو من 60 ل 55. طيب عايز probability ان ال x to be greater than 60. انا اكبر قيمة عندي 60 ما اقدرش اعديها, فاي probability تيجي بعد ال 60 دي مش موجودة, يعني بزيرو. طيب عايز probability ان هي من 30 ل 40 بنفس الطريقة, ال base في الهايت. طب عايز probability of certain point ان هي 37.23. انا في ال continuous distribution ما اقدرش اجيب probability of point. ليه؟ ان ال probability of point بزيرو. انا اقدر اجيب probability of interval, يعني x ranges between value and value. ف probability ان ال x to be equal certain value ده بزيرو. تمام. بقيت الشيت نفس الافكار نفسها بالظبط, ما بعملش حاجه ان انا بلعب في الاريا. سوري حتى مش في الاريا, ببتدي اشوف الاريا برسمها ازاي واجيب الفاليو بتاعتها. كده احنا خلصنا. محتاجه اعرف الفيدباك بتاعكم عن الفيديو, لو الصوت مش واضح, بطيء, سريع. و ان شاء الله ربنا معاكم, يعني ولو محتاجين حاجه ابعتولي. شكرا.